انزل وشارك في صناعة مستقبل بلدك. المشاركة الإيجابية هي حق دستوري وواجب وطني في هذا الاستحقاق الأهم، الانتخابات الرئاسية 2024. نتحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن هذا الاستحقاق المهم من خلال ضيفنا في استوديو التلفزيون المصري، دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، أهلاً بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه ريهام، صباح الخير على حضرتك. اهلا بحضرتك. النهارده الحقيقه يوم عظيم في تاريخ مصر، مشهد ديمقراطي. احنا طبعا شفنا ملحمه الحقيقه كانت عظيمه جدا بالنسبه للمصريين في الخارج، والنهارده الداخل هتكون البدايه ان شاء الله، يعني بعد اقل من ساعه وهتبدا صناديق الاقتراع ان هي تفتح ابوابها، وبالتالي هيبدا توافد المصريين. عايزه يعني قراءه حضرتك لهذا المشهد المهم جدا في فتره مهمه وحاسمه ايضا في تاريخ مصر. شوف، انا عايز اقول لحضرتك، خلينا اول نقول المجتمعات المتقدمه او الدول المتقدمه بتتعرف من ايه؟ بتتعرف اولا من الصناعه اللي موجوده عندها والانتاج، تاني حاجه مشاركه المواطن في صنع القرار الخاص بالدوله. احنا عندنا يعني احنا امس لسه محتفلين ب 100 سنه على الاستحقاقات الخاصه بمصر في سنه 24 الخاصة بدستور 23. احنا الاستحقاقات بتاعتنا اعتقد ان احنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت في المقدمة، احنا في عرس انتخابي، احنا دلوقتي في يعني مشاركة سياسية، نقدر لو احنا سمينا او حطينا عنوان للي بيحصل هنقول مشاركة مجتمعية من كافة طوائف الشعب، عندنا من السيدات، من الشباب وخاصة الشباب. وعايز اقول لحضرتك ان يعني العالم والمجتمع الدولي مهتم بانتخابات مصر 24. يعني في مركز من المراكز الفكر اللي في الولايات المتحدة الأمريكية، مركز راند، وده مركز كبير جدا بيعمل دراسات في الشرق الأوسط والمجتمعات العربية، بيقول ان نسبة الشباب اللي هتشارك النهاردة بعد اقل من ساعة هنشوفها، نسبة الشباب هتوصل لأكثر من 85% نزول للشباب والمشاركة في هذه الانتخابات. اذا انا عندي مشاركة، يعني او عايز اقول لحضرتك ان احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت، لو حطينا اكتر عنوان تفصيلي هنقول انتخابات الوحدة الوطنية، هتلاقي حضرتك كل الناس بتنزل وتساهم، علشان كلمة حضرتك انت قلتيها في المقدمة لهيبة ومكانة الرئيس اللي هننتخبه. لو حضرتك احنا شفنا المشاكل اللي موجودة عندنا في الدول الجوار، لبنان وليبيا، ليه حضرتك الاتفاقيات الدولية ما بتعقدش مع هذه الدول؟ لان حضرتك استاذة ريهام مفيش كينونة، مفيش شخص، مفيش مكانة وهيبة لهذه الدول، هذا الشخص اللي بتعامل معاه دوليا في المجتمع الدولي. أعتقد المشاركة السياسية من كافة الطوائف ومن كافة الوحدات الوطنية اللي موجودة عندنا في جمهورية مصر العربية، وأعتقد أن الخارج حس بيها، أعتقد جاية من اختيار كائن لهذه الدولة. هذا الكائن يتعامل مع الصدمات الخارجية، مع التحديات الداخلية، ومع التنمية المستدامة اللي حضرتك لسه بتقول عليها، وتفاعل رؤية مصر 2030. احنا محتاجين كلنا في الخارج وفي الداخل ان احنا ننزل ونشارك، علشان يكون عندنا شخص، هذا الشخص قادر على التفاوض، على إدارة الصراعات، على إدارة الأزمات، على القدرة على حل التحديات الداخلية، سواء إذا كانت تحديات اقتصادية، سواء إذا كانت تحديات سياسية، اجتماعية، ثقافية بيعاني منها المجتمع المصري، وأيضا استكمال للتنمية اللي احنا بدأناها. دكتور سعيد، في هذا الإطار إلى أي مدى بتجد أنه دلوقتي أصبح في وعي كبير جدا لدى الشعب المصري ومشاركة زي ما حضرتك ذكرت من كل الفئات؟ يعني زي ما في طبعا مشاركة كبيرة من قبل الشباب، كبار السن، ذوي الهمم، اللي ليهم طبعا يعني الحقيقة دايما في بنثمن مجهوداتهم، بنثمن إنجازاتهم، الدولة المصرية الحقيقة على مدار السنوات الماضية يعني بتديهم الحقيقة دفعة كبيرة جدا، ومن خلال دمجهم في المجتمع كفاية حتى قادرون باختلاف اللي احنا دايما بنتابعها في كل عام. إلى أي مدى هذا بيزيد من وعي المواطن المصري إن هو يشارك بشكل إيجابي أكتر في الحياة السياسية وفي هذا الاستحقاق اللي بيعتبر الأهم لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية؟ شوفي، احنا كان عندنا 10 مليون ذوي الهمم، هذه الفئة كانت متجاهلة تماما من المجتمع المصري، ما كانش لهم حق الانتخاب أو التصويت، أو بلاش نقول إن هو عايز يصوت، هو ممكن يكون من داخله عايز ينزل يشارك في صناعة القرار أو في المشاركة السياسية أو في حقه الانتخابي أو حق الدستور، يعني دهول الدستور المادة رقم 45 لسنة 2014، المعدلة ب 140 لسنة 2020، إن كل طوائف الشعب المصري تشارك في الانتخابات. هذه الفئة أو ذوي الهمم ما كانش
عندها طريقة التواصل، ان انا اقدر اوصل لمراكز الاقتراع، او ان انا اقدر ان مين يسهل لي هذه المهمة ان انا انزل واشارك. لا، الدولة المصرية حضرتك قادرون باختلاف. حضرتك من 4 سنين لما اعلننا، او من سنتين تقريبا لما اعلننا ان العام، يعني الدولة المصرية اعلنت ان في عام كبير جدا لذوي الهمم، وبدأنا ان احنا نعمل الطرق استاذة ريهام، الطرق اللي توصل ذوي الهمم ديت للهدف بتاعها، اذا كان في الاستحقاقات الانتخابية، سواء اذا كان في التعيين والتشغيل في المؤسسات الحكومية، سواء اذا كان في مشاركاتهم والفعاليات اللي كانت بتحصل في مؤتمرات الشباب، بنلاقي نسبة كبيرة من ذوي الهمم. يبقى انا اذا هنا انا عندي بذلل هذه العقبات، سواء اذا كان لهذه الفئة، الناس الكبيرة الكبار في السن، ازاي ان انا اقدر ان انا اسهل لهم. الهيئة الوطنية للانتخابات عملت حاجات جميلة جدا يعني هذا العام، وده نتيجة المخزون الاستراتيجي اللي موجود عند الهيئة العامة الوطنية للانتخابات من الاستحقاقات الماضية. ده سؤالي لحضرتك. الحقيقة احنا شفنا يعني في الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية مجهود كبير جدا الهيئة الوطنية للانتخابات بتقوم بيه، وده الحقيقة بالتنسيق مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة علشان يظهر هذا المشهد الانتخابي بالصورة اللائقة الديمقراطية التي تليق يعني بمصر وبحجم وقيمة ومكانة مصر أمام العالم كله. بوصلة العالم كله بتنظر الآن وبتتجه نحو هذه الانتخابات الرئاسية. قراءتك لهذه المجهودات اللي بذلت خلال الفترة الأخيرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؟ عارفة حضرتك يعني احنا في العلوم السياسية يعني ممكن يكون الهيئة العامة الهيئة الوطنية للانتخابات دي نموذج يحتذى به على مستوى العالم. وعلى فكرة حضرتك احنا لو قلنا على مستوى العالم، على مستوى العالم من تجهيزات وتحضيرات وحاجات كتيرة جدا. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن الصورة اللي هتنعكس ابتداء من اليوم لمدة 3 أيام هيكون الفضل ليها وراجع إلى ترتيب هذه أو ترتيب المجتمع المصري من الداخل بفضل الهيئة الوطنية للانتخابات. عايز أقول لحضرتك 9376 لجنة على مستوى جمهورية مصر العربية، زي ما حضرتك قلتي بتبدأ الانتخابات على مستوى محافظات الجمهورية مهيئة لاستقبال الناخبين. حضرتك إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي اللي خلت حوالي 24 هيئة دبلوماسية أو سفارة دبلوماسية يكونوا متواجدين كمراقبين في هذه الانتخابات. 76 أو 67 تقريبا شخص دبلوماسي موجود في هذه الانتخابات للرقابة. حوالي أكثر من 62 منظمة مجتمعية أو من المجتمع المدني لهذه المراقبة. عند حضرتك 24 منظمة دولية. كل ده بفضل الهيئة الوطنية للانتخابات هي اللي طلبت بوجود هؤلاء الفئات اللي موجودة للشفافية النزاهة. كمان حاجتين مهمتين. أول حاجة إن أنا أثبت للعالم إن في مشاركة سياسية على مستوى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وبقول للمجتمع الدولي الناس عندها وعي ثقافي، عندها قدرة إن هي تنزل مذللة لها كافة العقبات والسلبيات الخاصة بإن إحنا نروح وننتخب. تاني حاجة إن أنا ببين وعي وثقافة المجتمع المصري في هذه الانتخابات، وإن ده حقك الدستور اللي أنت تنزل وتنتخب فيه. وعلى فكرة عايز أقول لحضرتك إن دي كانت توصية من توصيات أجندة الحوار الوطني، إن لازم يكون في مجتمعات ومنظمات دولية تشارك في العملية الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية في هذه العملية، واللي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات. كمان ذوي الهمم وتذليل العقبات، أنت عند حضرتك كمان الناس اللي ما بتعرفش تشوف أو في طريقة برايل لهذه للمشاركة في هذه الانتخابات. الناس حتى حضرتك الهيئة العامة الوطنية للانتخابات وفرت كمان الناس اللي هتسافر النهاردة أو اللي هسافر بكرة في المطارات في لجان مخصوصة في هذا الموضوع، المغتربين اللي بيشتغلوا في أماكن غير الأماكن بتاعتهم. عند حضرتك مثلا على سبيل المثال محافظة بورسعيد وشركات البترول اللي موجودة هناك، فأكيد في مغتربين موجودين هناك. الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت وجود أماكن لهؤلاء المغتربين. الناس اللي بتشتغل في السياحة في شرم الشيخ في مش من الموطن الأصلي بتاعهم، ولكن وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات مقرات انتخابية لهؤلاء المغتربين. الأماكن المدن الجديدة، المنصورة الجديدة، وفي مرسى مطروح، وفي هذه كل هذه المدن، كل ما هو مغترب له حق التصويت، وهذا بفضل الهيئة الوطنية للانتخابات. كمان حضرتك كبار السن ومشاركة كبار السن، الناس اللي عندها بطاقة الرقم القومي وبتقول ان انا خلاص بطاقة الرقم القومي يعني مدة الصلاحية بتاعتها، لا حضرتك لا، الهيئة الوطنية
للانتخابات برضو زللت هذه المشكلة، وبدأنا يعني نتجاوز عن يعني مدة الصلاحية بتاعة البطاقة. ما دام انت حاصل على الرقم القومي من حقك ان انت تشارك في هذا في هذه الانتخابات. نعم. حضرتك أستاذة ريهام، هذه المشاركة ان دلت يعني كل هذه بقى التسديلات وان احنا نبعد هذه العقبات والسلبيات من عن طريق المواطن علشان يروح وينتخب، اعتقد ان احنا لابد من وجود مشاركة إيجابية ان احنا ننزل كلنا وان احنا ننتخب. خلي بال حضرتك قبل 2011 تعالي كده نراجع، كانت اللجان الانتخابيه كده يعني عارفه حضرتك يعني ما تعرفيش انت فين اللجنه بتاعتك، وكنت ممكن بالبطاقه بتاعتك وتقعد تلف دلوقتي طبعا كله يعني بنظام معين وبشكل ميسر جدا لكل الفئات. حضرتك اتكلمت عن ذوي الهمم كمان برضو بالنسبه لكبار السن في الحقيقه تسهيلات ليهم بشكل كبير جدا. عايزه اتكلم برضو في نقطه مهمه جدا الحقيقه دكتور سعيد، وهي انه ازاي انه هذا المشهد الديمقراطي اللي احنا يعني هنشهده او بدأناه بالفعل من خلال المصريين في الخارج وبيستكمل النهارده وعلى مدار 3 ايام في مختلف محافظات الجمهوريه، ازاي ده بيعتبر نتيجه للحوار الوطني الحقيقه اثرى الحياه السياسيه بشكل كبير جدا من خلال الرأي والرأي الاخر. شفنا تعدديه حزبيه، شفنا احزاب كتير بتشارك، وطبعا ده من خلال المرشحين. الى اي مدى استطاع الحوار الوطني برأيك ان هو يكون ليه تأثير كبير في هذا المشهد الديمقراطي اللي بنشهده الآن؟ يعني احيي حضرتك على السؤال المركب الجميل اللي فيه آليات كتير. اول حاجه تعالي ما نشوف الانتخابات كده الصوره الخارجيه اللي حصلت في الانتخابات في الخارج، ولو حطينا عنوان ليها هنحط عنوان اسمه اجراس العوده. خلاص الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده الامريكيه، الدول الخارجيه بتعاني من حاجات كتير، بتعاني من زياده في معدلات البطاله، معدلات التضخم، الصدمات الاقتصاديه اللي موجوده في هذه الدول. هذه الدول لم تعد هذه الجنه التي يسعى اليها كل او حلم كل مواطن مصري ان هو يسافر للخارج وان ياتي بالاموال وان هو يسافر ويستثمر ويربي اولاده ولكن هؤلاء الناس او هذه الفئه الموجوده خارج مصر بدات تفكر ان مصر فيها تعليم كويس، ان مصر فيها منظومه تعليميه رائعه. حضرتك انا كنت في احدى الدول العربيه في الخليج، يعني شوفي حضرتك بيحسدونا على الطرق والنظم والمنظومه، منظومه الطرق والكباري اللي موجوده عندنا، بيقولوا لي الاسفلت اللي عندكم حاجه مش يعني حاجه رائعه جدا. ولذلك هذه المشروعات والبنى التحتية بتلقى صداها خارج مصر، وبالتالي الشخص اللي قاعد في مصر طب وليه لا لما ما اجيبش انا اولادي وتتعلم هنا، وان احنا مر في يوم من الايام اكيد هنرجع، بس دي مؤكد مش زي زمان ان انا هرجع لما اجي اتوفى او كذا، لا ده احنا هنرجع في يوم من الايام، خاصة الوضع الاقتصادي في هذه الدول. الحوار الوطني، فعلا الحوار الوطني والرأي الاخر ده اكسبنا مشاركة يعني مجتمعية كبيرة جدا بكافة الطوائف حتى الشباب. حضرتك كده يا استاذه ريهام راجع كده معايا المؤتمرات الشبابيه اللي عقدتها الدوله المصريه، يعني ابدع انطلق قول رايك حاور. حضرتك كان حد يتخيل ان احنا نقول نقعد مع قيادات الدوله المصريه ونتكلم معاها ونحاور ونناقش ونعرض افكار والقياده المصريه تتبنى هذه الافكار وتبدا ان هي تعملها؟ كل دوت اعتقد ان او هذه الاشياء او هذه الاليات او الاستراتيجيات اللي وضعتها القياده المصريه والدوله المصريه من خلال الاربع سنين اللي فاتوا اعتقد ان هي جعلتنا ان احنا نشارك في الراي، يكون في راي والراي الاخر، يكون في حوار وطني، يكون في اجنده، يكون في توصيات لهذا الحوار الوطني، ان يكون في مشاركه مجتمعيه، وان انا بدق اجراس يعني او بلفت انتباه الناس كلها او المجتمع اللي موجود عندي المجتمع المصري، وبقول ان لازم حقك من حقوقك الدستوريه ان انت تنزل وتعبر عن رايك وتختار ايا كان الرئيس، يعني ايا كان اللي انت بس لازم يكون في هذا التعبير. حضرتك شفت في التقرير اللي انتوا عارضينه حاجه جميله جدا، احنا واحنا لما احنا كنا صغار كان الاب والام، الاب كان بياخدنا معانا الجامع المسجد عشان نصلي الجمعه او في الكنيسه في الصلاه. احنا شفنا في مشهد جميل جدا في الانتخابات في الخارج الاطفال مع الاب والام وهم رايحين ينتخبوا، ده ان دل دل في التوعيه. لما الطفل الصغير هيشوف الاب والام هيبقى عنده وعي هيروح وهو لما هيكبر هيقول اه ده في حق، ده واجب وطني، ده خلاص ده اصبح عرف ان لما يحصل اي استحقاقات انتخابيه، اي استحقاق في تعديل الدستور، المجالس النواب، مجلس الشيوخ، اي استحقاق انا
أو ساهم فيه أو أنا جزء من الكل لابد أن أنا أروح وأشارك، لأن اتعلم من هذا سهل وجرى العرف لما تحصل أي استحقاقات انتخابية لازم هذا يشارك. وأعتقد أن احنا هنشوف هذا المشهد أيضا في مصر، أن هتلاقي فيه أطفال جاية مع الآباء عشان يتعودوا على هذا الاستحقاق الانتخابي لما يحصل هذا الموضوع. طيب طبعا الجمهورية الجديدة اللي كل المصريين كلنا الحقيقة بنتطلع إلى هذه الجمهورية الجديدة يعني إرساء دعائمها، واللي بتعتمد في الأساس على بناء الإنسان. بناء الإنسان هو الأساس، سواء كان بالنسبة للتعليم، بالنسبة للصحة، بالنسبة للثقافة، أنه الإنسان المصري يكون في حياة كريمة تليق به تماما. حضرتك شايف أنه اللي جاي ممكن أن هو يضيف إيه لبناء الإنسان، خاصة أنه في الكثير من النجاحات والإنجازات التي تمت قبل ذلك في هذا الإطار تحديدا لبناء الإنسان والوصول إلى الجمهورية الجديدة، تغيير الواقع إلى واقع أفضل؟ شوف يا سيدي ريهام، احنا عندنا حاجة اسمها الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية اللي مبنية عليها الجمهورية الجديدة، اللي هي رؤية 2030 اللي لسه مستحدثة أو حدثوها في وزارة التخطيط من حوالي أسبوع، من حوالي 7 أيام. هذه الرؤية مبنية على اللي هي التنمية المستدامة اللي اتعملت في 2015، اللي هم 17 محور اللي حضرتك اتكلمتي عن جزء منهم، التعليم، الثقافة، ان احنا نتخلص من الفقر، المشاركة المجتمعية، ده المحور رقم 17 في التنمية المستدامة، ان احنا يكون عندنا مشاركة مجتمعية سواء اذا كان في الاستحقاقات الانتخابية، في الرأي والرأي الآخر، سواء اذا كان وضع آليات مع الدولة وصنع قرارات في الدولة. فإحنا عندنا التنمية المستدامة المنبثقة عنها الرؤية الاستراتيجية لمصر اللي هي رؤية مصر 2030. أعتقد أن من ضمن هذه الرؤية، وخلي بال حضرتك، عايز أقول لحضرتك إحنا الدولة المصرية الوحيدة اللي في المجتمع العربي في الدول العربية اللي بتعمل تقرير طوعي. بمعنى إيه تقرير طوعي؟ يعني بتراجع الأجندة بتاعتها أو الرؤية الاستراتيجية بتاعتها، رؤية مصر 2030، كل شوية بتعمل تقارير، تقرير أول، تقرير تاني، إحنا لسه بنعمل التقرير الثالث مع وزارة التخطيط. هذا التقرير بيحدث من هذه الرؤية، زي ما حضرتك بتقولي بناء الإنسان المصري. أنا بشوف الرؤية بتاعتي في 2030 إيه اللي كان ناقص في بناء الإنسان المصري، وببدأ أحدثه من خلال التقارير الطوعية. على سبيل المثال، عند حضرتك البنى التحتية وإدارة النمو السكاني، ودايما القيادة المصرية بتاعتنا بتتكلم عن البنى التحتية. احنا عملنا بنى تحتية عظيمة جدا، وعملنا مشاريع اقتصادية، وعملنا منظومة طرق وكباري، وعملنا مصانع الروبيكي، ومصانع مصنع مدينة الأدوية، ومصانع كتير، ومدن جديدة، مدينة المنصورة، وتحويل المناطق الغير آمنة طبعا الى يعني الى مدن تليق بالمواطن المصري، يعني اللي هو، واعلان انه مصر خالية من العشوائيات. اعتقد انه ده بيعتبر من الانجازات المهمة جدا اللي حصلت. يعني انا عايز اقول لحضرتك، انت عارف حضرتك البرازيل والمكسيك قضوا على العشوائيات اللي موجوده عندهم في خلال اكتر من 25 سنه. احنا قعدنا قاضين على العشوائيات، وجزء كبير جدا، احنا يمكن جزء منها قضية، لان احنا عندنا حاجات كتيره جدا في العشوائيات في كافه محافظات جمهوريه مصر العربيه. احنا قعدنا في خلال 3 سنين قاضين على هذه العشوائيات، ووفرنا حياه كريمه للانسان المصري. صحيح. وده اللي في الاخر اللي بتستهدفه الاستراتيجيه الوطنيه مصر 2030، هو توفير حياه للمواطن المصري، حياة كريمة تليق به، وتحقيق الرفاهية للمواطن عن طريق المستوى الدخل، المستوى المعيشي، الثقافة، الحرية في التعليم، ان هو يتعلم، ان يكون عنده ثقافة، ان يكون عنده نوادي ثقافية، ان هو يتعلم، ان يكون عنده مراكز ثقافية يبدع فيها، يفكر فيها. مع حضرتك لو انا عندي عشوائيات، ما العشوائيات دي هتخلف ايه؟ هتخلف فيه ارهاب في التفكير. صحيح. ارهاب فكري، هتخلف مافيا. هم كان عندهم هناك مافيا وقضوا على هذه المافيا الاساسي بتاعها من العشوائيات. احنا بدانا ان احنا نعمل مراكز فكر، نعمل مراكز ان احنا نجيب الاطفال ديت ونعلمهم، وممكن يطلع منهم اشياء، يعني اطفال ممكن تفيد هذا المجتمع. نعم. يبقى اذا انا في النهايه في هذه الرؤيه بخلي ان انا الهدف بتاعي هو تحقيق الرفاهيه للمواطن المصري، وكمان من الرؤيه بتاعتنا ان تكون مصر من تعتبر من اكبر 30 دوله على مستوى العالم، 30 دوله في التعليم، في الثقافه، في النواحي الاجتماعيه، في مستوى المعيشة، في الناتج القومي. ملف الصحة أيضا دكتور سعيد هو ملف في منتهى الأهمية،
واعتقد انه ده من التحديات المهمه جدا اللي واجهت مصر خلال الفتره الاخيره. ابرز ما تم في هذا الملف، لانه ده برضو بيعتبر الحقيقه من اهم المحاور الخاصه ببناء الانسان، لانه صحه الانسان هي امن قومي، صحه الانسان هو حقه تماما، انه كمان مش بس العلاج ولكن ايضا الوقايه من الامراض، وانه اعلان مصر خاليه من فيروس سي، وطبعا مبادره 100 مليون صحه وغيرها من المبادرات المهمه، اعتقد ان دي كانت ايضا من ابرز النجاحات اللي حصلت، واللي لسه كمان احنا منتظرين انه يكون في مبادرات للاهتمام بصحه الانسان. ده احنا كمان اتجهنا لافريقيا وعملنا 100 تمام. شوفي حضرتك، القياده السياسيه او الدوله المصريه او الجمهوريه الجديده مؤمنه تماما عشان انتج لازم يكون عندي اليات للانتاج وعندي عوامل للانتاج. من ضمن عوامل الانتاج اللي احنا بندرسها في 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 جامعاتنا وفي الدول المتقدمه هو العنصر البشري. حضرتك ازاي انا اجيب عنصر بشري قادر على الصناعه وقادر على ان هو يعمل لي صادرات ونقدر نصدر وكده الا لما يكون هذا العنصر البشري او المان باور اللي احنا بنتكلم عنه؟ احنا عندنا طبعا الارض وعندنا الالات وعندنا المعدات، ولكن العنصر البشري هو رابع عنصر من عناصر عوامل الانتاج اللي لابد ان احنا او كانت المفروض الدوله المصريه تهتم بيها وهتهتم بيها عن طريق الصحة. لازم يكون في صحة لهذا المواطن عشان يقدر يعمل ياخد منه طاقة إنتاجية أو معدل الطاقة الإنتاجية بتاعته تكون كبير. تخيل حضرتك لو أنا عندي المواطن اللي بيشتغل في المصنع اللي الدولة عملت بنى تحتية لإقامة هذه المصانع، والبنى التحتية دي جاية علشان المستثمر الأجنبي، أجذب المستثمر الأجنبي عشان يجي يستثمر في مصر، وجينا وعملنا المصنع وجبنا المورد البشري والمورد البشري مريض، حضرتك تتخيلي الطاقة أو معدل الطاقة الإنتاجية بتاعته أكيد هيكون منخفض. ولكن الدولة المصرية فكرت في هذا الموضوع ان يكون في الصحة بالنسبة للمصريين، كمان ان احنا قاضين على فيروس سي، ودي حاجة مهمة جدا واحنا لسه واخدين يعني شهادة كبيرة جدا من احدى المنظمات الدولية بهذا الموضوع. عملنا منظومة التأمين الشامل، واعتقد ان منظومة التأمين الشامل استاذة ريهام يعني حضرتك خلاص انا ما اقدرش او ما عنديش اقدر اقول ان انا عندي مرض ومش قادر ان انا اتعالج عنه، لا ده انا عندي المستشفيات الحكومية اللي احنا كنا بنروحها. يعني حضرتك كده افتكر كده قبل 2011 المستشفيات الحكوميه كانت يعني المنظر بتاعها، يعني انت تخافي ان انت تدخلي المستشفى الحكومي. دلوقتي مع منظومه التامين الشامل، وخصوصا اللي هي لما طبقت في بعض محافظات الجمهوريه زي مثلا بورسعيد بالظبط، طبعا ده نموذج كبير جدا ومهم جدا. طبعا يعني حضرتك شوفي المستشفيات، حتى بيقول حضرتك كده الجواب بيبان من عنواني، ادخلي على المستشفى تليق بالمواطن المصري، حتى المواطن المصري اللي مش قادر ان هو يدفع طبعا حضرتك اسعار الدكاتره والكلام ده. حضرتك يعني انا عن تجربه في بورسعيد انا رحت اتعالج مجانا، مفيش، انت ما بتدفعيش حضرتك اي حاجه ومش مسجل كمان في التامين الصحي. حضرتك خدمه المواطن المصري، ارجع تاني واقول لحضرتك علشان رؤيه مصر 2030 ان انا بحقق الرفاهيه، خلي بال حضرتك الرفاهيه وليست تحقيق يعني حياه كريمه للمواطن، لا ده انا كمان عايز المواطن المصري بتاعي يحقق الرفاهيه بتاعته في الصحه وفي التعليم. فاعتقد منظومه التامين الشامل، حضرتك شايف ان دي رفاهيه ولا ده حق المواطن ان هو ياخد خدمة صحية جيدة، وان هو يتم زي ما قلت لحضرتك في البداية مش مجرد العلاج من الأمراض ولكن حتى الوقاية من الأمراض، حضرتك شايف انه ده حقه ولا رفاهية؟ لا حقه، والرفاهية ان انا اوفر له هذه بقى الحاجات اللي احنا شايفينها في المستشفيات الحكومية. نعم. يعني حقه من حقوقه، كان في 2011 انا اكون حقي من حقوقي ان انا اروح اتعالج في المستشفيات الحكومية، لكن اللي انا شايفه ان انا اشوف المستشفيات الحكومية دلوقتي بالتكييفات الاساس بتاعها، الاصول بتاعتها حاجة جميلة، المبنى بتاعها، الاستقبال حضرتك استاذة ريهام عايزين نقول الاتيتيود او الناحية اللي بيستقبلك في هذه المستشفيات، مش بني ادم مكشر، مش بني ادم زهقان من نفسه، لا بني ادم فرحان ان هو بيجي يستقبلك، ان عايز يخدمك، دي في حد ذاتها يعني حاجه وحق من حقوقي انا كمواطن ان انت موجود في المستشفى عشان تستقبلني بالطريقه التي تليق بيا كمواطن مصري، مش مكشر في وشي، مش بتقول لي روح عند هنا. الاجراءات وتبسيط اجراءات العمل دي حاجه مهمه جدا جدا في المستشفيات وفي منظومه التامين الصحي. انت حضرتك دلوقتي بتروحي بتقولي انا عندي كذا وكذا وكذا، على طول في 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 الثلاث دقائق وفي اربع دقائق انت بتخلصي الموضوع بتاعك، مش حضرتك روحي اطلعي الدور الرابع الدور الخامس وهكذا، لا في تبسيط في هذه الاجراءات. طبعا من خلال منظومه التحول الرقمي اعتقد ان هي كان ليها دور كبير في تسهيل الاجراءات في مختلف المجالات.
لو هنتكلم برضو على أبرز المبادرات اللي تمت الحقيقة برضو في هذا الملف المهم، لأنه الحقيقة ملف في منتهى الأهمية سواء بالنسبة للتعليم، ولكن دلوقتي إحنا بنتكلم على ملف الصحة، مبادرات كثيرة أيضا بالنسبة مثلا للأطفال، بالنسبة برضو للحفاظ على صحة المرأة. فالملف الحقيقة يعني كبير، وهدفه الرئيسي هو الحفاظ على صحة المواطن المصري سواء كان طفل أو امرأة أو شاب أو كبار السن أو ذوي الهمم، كل الفئات الحية. شوفي حضرتك، يعني افتكر كده معايا كده من 3 سنين لما عملنا مدينة الدواء، القيادة المصرية بتاعتنا أو الجمهورية الجديدة كانت بتعمل إحصائيات، وانا لو عرفت ان انا اقدر اعمل احصائيات استاذه ريهام هعرف امانج الموضوع، يعني لو انا عرفت ان انا اجيب احصائيات وبيانات موجوده عندي هعرف اشوف المواطن المصري محتاج ايه من ناحيه الصحه. لو تفتكر كده من 3 سنين بدانا ان احنا نعد الناس او الاطفال اللي عندهم سمنه، وبدانا نعمل تعداد ليهم او احصائيه ليهم، الاطفال اللي عندهم تقزم، بالظبط تقزم، الاطفال اللي بيعانوا من نقص في فيتامينات معينه في الطول، في زي ما حضرتك قلت في التقزم، الامراض اللي موجوده عند الاطفال، وبدانا نعمل وجبات مدرسيه. الوجبات المدرسيه دي مش لاي الاطفال، لا ده حضرتك الوجبات المدرسيه ديت موجود فيها فيتامينات او موجود فيها اشياء، هذه الاشياء تخص معالجه هذه الاطفال. هو انا مش هستنى او يعني فكر الدوله المصريه دلوقتي علشان حقوق المواطن ان انا مش هستنى الطفل المتقزم ده هيفضل متقزم لغايه ما يطلع، لا ده انا ممكن ان انا اعالجه من هذه الفتره من خلال لما يدخل الابتدائي اللي عنده سمنه. ما هي امراض السمنه دي هتدي حاجات او تاثيرات كتيره جدا على القلب، على العظام، على الفكر، على الوخم، الكسل والكلام ده، وبالتالي هيطلع مواطن مصري غير صالح لانتاج الطاقه الانتاجيه اللي موجوده عندي. وبالتالي لما اعالجه من الصغر او ان انا اعالج هؤلاء الاطفال من الصغر اعتقد ان انا هطلع ناس او شباب او قوة عاملة زي ما احنا بنقول قوة عاملة في المجتمع المصري. وعايز اقول لحضرتك على حاجة، احنا بنهتم جدا او مهتمين جدا بالنافذة الديموغرافية اللي موجودة عندنا في مصر. النافذة الديموغرافية اللي موجودة عندنا في مصر من سن ال 15 لسن ال 65، وهذه الفئة هي اللي بتعمل لي النشاط الاقتصادي. لو اهتميت بهذه الفئة اللي بتعمل لي النشاط الاقتصادي اللي هي الاطفال من سن 15 و هذه الفئة او هذه النافذة الديموغرافية هي اللي هتساعد على بناء الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة عندي. كمان تحدي التعليم، حضرتك قلتي تحدي التعليم، احنا ما كناش بنهتم بالتعليم الفني. حضرتك افتكر كده كان اللي بيدخل التعليم الفني او الدبلوم الفني يعني بيبقى فيه استنفار من المجتمع، لا دلوقتي احنا بنينا كليات فنية، كليات بتعالج بعض الوظائف اللي انا محتاجها كدولة. احنا ما كناش الاول نسمع عن الوظائف اللوجستية، يعني من قبل كده ما كناش بنسمع عن الوظائف اللوجستيه، ما كناش بنسمع عن وظائف اللحام تحت الميه لشركات البترول اللي يعني اللي موجوده عندنا في جمهوريه مصر العربيه. بدانا ان احنا نبني جامعات وكليات، هذه الجامعات والكليات بتوفر لي وفره في سوق العمل اللي موجوده. يبقى اذا انا عندي كمان منظومه التعليم بدات تتطور، منظومه التعليم بدانا ان احنا نبني جامعات تكنولوجيه علشان اضاهي متطلبات سوق العمل اللي موجوده عندي في جمهوريه مصر العربية، وبدأت أخد من مخرجات البيئة اللي أنا موجودة عندها. البيئة المصرية محتاجة إيه؟ البيئة المصرية مش محتاجة دلوقتي دكاترة وصيدلاء، يعني مش زي الفكر بتاعنا لازم أدخل كلية الطب ولازم أدخل كلية الهندسة لا ده في حاجات كتيرة جدا وفي مهن كتيرة جدا. أعتقد المنظومة التعليمية بتاعتنا في خلال ال4 سنين الأخيرة ديت أعتقد إن هي بدأت يحصل إفاقة لمنظومة التعليم الموجودة على أساس أنها تلبي مخرجات الاحتياج البيئة المصرية سوق أو سوق العمل اللي موجود عندي. طبعا إحنا دلوقتي بنتابع مع حضرتك دكتور سعيد ومع السادة المشاهدين أنه بدأ بالفعل المواطنون يتوافدوا على صناديق الاقتراع، وذلك حتى قبل ما صناديق الاقتراع تفتح أبوابها في شكل منظم، والمفترض خلاص أنه يعني باقي أقل من تقريبا 20 دقيقة وصناديق الاقتراع تفتح أبوابها في مختلف محافظات الجمهورية. بينضم لينا دلوقتي على التليفون الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال طبعا بنرحب بحضرتك، وأكيد حضرتك متابع يعني هذا المشهد الديمقراطي الحقيقة، يعني باقي أقل من تقريبا نص ساعة، يعني بالضبط باقي 20 دقيقة صناديق الاقتراع إن شاء الله تفتح أبوابها. عايزة رؤية حضرتك وقراءتك لهذا الحدث المهم اللي مصر بتشهده، يوم عظيم جدا
جدا في تاريخ مصر، بيمتد على مدار 3 أيام في هذا الاستحقاق المهم جدا، الانتخابات الرئاسية 2024. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد يوم مهم في تاريخ الدولة المصرية وفي تاريخ الجمهورية الجديدة. توافد المصريين أمام لجان الاقتراع حتى قبل أن تفتح اللجان دليل مهم جدا على إدراك ووعي الشعب المصري العظيم في الحقيقة بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات. هذا التوافد بهذه الأعداد الكبيرة منذ يعني اللحظات الأولى، بل قبل يعني أن تفتح اللجان أبوابها، هذا هو الشعب المصري، هذا هو الرهان الرابح دائما على وعي وإدراك الشعب المصري الذي دائما يساند الدولة ويقف بجانب دولته، خاصة حينما تطلب الدولة هذا الدعم وتطلب الدولة هذه المساندة في هذا التوقيت المهم الذي تمثل فيه الانتخابات نقطة مهمة في البناء السياسي والديمقراطي للدولة المصرية، وأيضا بترسل رسالة مهمة أيضا للعالم أجمع أننا شعب قادر على استكمال الطريق، شعب قادر على الحياة والبقاء والوجود. وبالتالي هذه هي الرسالة الأولى التي يعني أرسلها الشعب المصري حتى قبل أن تفتح صناديق الاقتراع بوقوفه واصطفافه وانتظاره حتى تبدأ اللجان في عملها. في الحقيقة إن نحن أمام يعني محطة جديدة في البناء الديمقراطي والسياسي للدولة المصرية، انتخابات رئاسية تعددية بتحتشد فيها جهود الأحزاب والمجتمع المدني والشارع المصري والنخب السياسية والشعب المصري الذي يشارك الآن في الاقتراع، عملية سياسية بتعبر عن نمو وجودة التجربة السياسية المصرية التي بدأت مع عام 2014 وبدأت في الحقيقة منذ ثورة 30 يونيو التي رسمت ملامح جديدة للحياة السياسية المصرية. بنشوف النهاردة أحد أهم المحطات المتعلقة بهذه الحياة السياسية المصرية التي بدأت مع ثورة 30 يونيو، لهذا بنحفز المواطنين على النزول، لأن استكمال الطريق، استكمال أهداف ثورة 30 يونيو، استكمال ما تم إنجازه من محطات في هذا البناء الديمقراطي، هذه ليست المحطة الأولى بالمناسبة بعد هذه الثورة المجيدة، نحن نتحدث عن المحطة الثامنة في الاستحقاقات الانتخابية، مضينا نحو 7 استحقاقات قبل أن نصل لهذا الاستحقاق الانتخابي. ده كله بيقول ان احنا شعب قادر على بناء تجربه ديمقراطيه رائده تتناسب وطبيعه المجتمع المصري، وايضا يكون لها عوائد ايجابيه في الداخل المصري. ارى ان ايضا المواطن اليوم هو ينزل الى الصناديق ليبلغ صوته، هو ينزل لانه ايضا راى عوائد هذه الديمقراطيه، راى عوائد الانتخابات السابقه، راها تنميه، راها اقتصاد، راها تعمير، راها امن واستقرار، راها مجابهه للارهاب، راها تموضع مصري جديد في المحيط الاقليمي والدولي. وبالتالي ايضا عوائد الديمقراطيه اصبحت ملموسه بالشارع المصري. المواطن الان بيذهب الى صناديق الاقتراع وهو لديه الادراك انه بيذهب بيضع صوته في الصندوق، وايضا بيرى الناتج الفعلي لهذا الصوت ولهذا الجهد في هذه الانتخابات. الى اي مدى استاذ جمال رائف حضرتك شايف انه اصبح الوعي اكبر بكثير لدى المواطن المصري لكي يشارك هذه المشاركه الايجابيه في استحقاق مهم، استحقاق دستوري بيعتبر هو الاهم، يعني اختيار وانتخاب ل يعني رئيس جمهوريه مصر العربيه، مصر بقيمتها وحضارتها ومكانتها في العالم اجمع. برأيي كيف يعني استطاع المواطن المصري ان هو يثبت انه اصبح لديه الوعي بشكل اكبر، لديه مشاركه ايجابيه بشكل اكبر في الاقتراع وفي المشاركه في هذا الاستحقاق الدستوري؟ بالتاكيد الرهان على الوعي المصري دائما رابح في الحقيقه، وبنرى هذا الوعي بيتجلى في مختلف المحن ومختلف الازمات او حتى في التوقيت المهم الذي بيستدعي ان يكون هناك اصطفاف شعبي. ما يحدث الان هو ان الوعي الجمعي المصري في الحقيقه في حاله اصطفاف خلف الدوله المصريه وحفاظا على مستقبل الدوله المصريه، وده بالحقيقه نتاج جهد كبير في الداخل المصري ما حققته الدوله المصريه خلال السنوات الماضيه، سواء من خلال استقرار، من خلال محاربه ومجابهه للفكر المتطرف، من خلال طبعا البناء السياسي للدوله وافتاح المجال للاحزاب والمجتمع المدني والحوار الوطني وغيرها من المحطات، او حتى على الصعيد التنموي والبناء والتعمير، كلها امور ايقظت الوعي، ايقظت الوعي الجمعي المصري وجعلت المواطن في الحقيقه يدرك اهميه المشاركات الانتخابيه واهميه المشاركات في الاستحقاقات الانتخابيه واهميه القرار السياسي.
يعني بدون قرار سياسي لا يمكن أن يكون هناك قرار يعني له علاقة بالاقتصاد أو قرار له علاقة بالتنمية. كل هذه الأمور تحتاج إلى قرار سياسي في البداية، وبالتالي حينما يذهب المواطن اليوم ليدلي بصوته لاختيار رئيس مصر فهو يشكل القرار السياسي الذي يقود الدولة المصرية خلال 6 سنوات القادمة. هذا القرار الذي يعني بيفعل ما نريده في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن والاستقرار والعلاقات الخارجية والعلاقات الإقليمية وغيرها من الأمور. وبالتالي نحن نتحدث عن وعي تشكل بشكل قوي جدا لدى المواطن في الحقيقة خلال السنوات التسع الماضية بالتحديد، وده جهد في الحقيقة أيضا ساهمت فيه القوى الناعمة المصرية. وبالتأكيد طبعا الجهد المبذول على الأرض حينما يرى المواطن المصري الآن الحقائق أمام عينه ما يرى الواقع ولا ينظر فقط أو لا يستمع فقط للعالم الافتراضي والإشاعات والأكاذيب، وأصبح لا يتأثر بهذه الأكاذيب، كلها أمور أصبحت مهمة في دعم الوعي الجمعي المصري اللي بنشوف نتائجه اليوم. يعني نحن لازلنا ننتظر فتح صناديق الاقتراع والمواطنين يحتشدون أمام صناديق الاقتراع وأمام اللجان في مشهد في الحقيقة يعني في رسالة ومشهد عظيم للغاية بيؤكد أن هذا الشعب شعب لديه إدراك ولديه وعي ولديه حب وانتماء للوطن. هو ينزل اليوم لينتخب وبينزل بكمان يعني حتى من خلال الصورة وما نتابعه يعني بنجد أنه الحقيقة مختلف الفئات، يعني سواء بالنسبة للشباب بالنسبة لكبار السن الحقيقة يعني ذوي الهمم، أيضا طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة أيضا بتوفر لهم الكثير من التيسيرات لكي يقوموا بأداء هذا الواجب الوطني وهذا الحق الدستوري. إلى أي مدى هذه المشاركة متعددة من كل فئات المجتمع المصري أستاذ جمال؟ يمكن بالتأكيد يعني المشاهد الأولى والصور الأولى لاحتشاد المواطنين بتؤكد أن جميع فئات المجتمع المصري في اصطفاف كامل خلف الوطن وأمام صناديق الاقتراع. بنرى بالفعل السيدات، طبعا سيدات مصر العظيمات اللي يعني دائما بيضربوا المثل في المشاركة الفعالة والكثيفة في التحقيقات الانتخابية، أيضا طبعا الرجال والنساء ولكن أيضا الشباب. يمكن المشهد الآن والذي يعني يتفكره الشباب أيضا رسالة مهمة، وده في الحقيقة بيؤكد أن حتى الشباب المصري الذي كان مستهدفا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر العالم الافتراضي وكان مستهدفا بالأكاذيب والشائعات لم يستجيب، ولكن الشباب المصري في الحقيقة هو أحد جنود هذا الوطن، بل إن الدولة المصرية في الحقيقة، وده أيضا يحسب للتجربة المصرية، أنها استطاعت أن تسخر طاقات الشباب نحو البناء والتعمير. الشاب المصري الآن أصبح شريكا سواء عبر البناء السياسي، البناء التنموي، بنشوف تمكين الشباب في المجالات السياسية سواء في السلطة التنفيذية، في السلطة التشريعية، في السلطة القضائية، أو على صعيد مشاركته في البناء والتعمير والمدن الجديدة والمصانع والمزارع. إذن الشباب أيضا بيصطفل اليوم لأنه شريك لهذه التجربة، هو أحد أركان أو أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها التجربة المصرية. لهذا نجد الشباب اليوم يدافع عن تجربته، يحافظ على هذه التجربة، يدعم هذه التجربة نحو المضي في استقرار وفي تقدم، خصوصا في ظل هذا التوقيت المهم. الرسالة المهمة الآن في الحقيقة يعني بتصدر عن هذا المشهد العبقري المصري بتؤكد أن حتى في ظل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية الصعبة وفي هذا المحيط الإقليمي المضطرب، الشعب المصري يرسل رسالة للعالم أجمع أننا شعب قادر على البقاء. يعني أحفز الحقيقة كافة المواطنين على النزول ويعني المشاركة وعدم التخلي عن هذه المسؤولية الوطنية. يمكن الدستور في الحقيقة بيصف المشاركة الانتخابية على أنها واجب وطني، وبالفعل هي واجب وطني ومسؤولية لا يمكن التخلي عنها في هذا الوقت الثقيل، وبالتالي علينا جميعا أن ننزل، أن نشارك، أن ندعم الدولة المصرية، أن نحافظ على التجربة المصرية، أن نمضي لهذا الوطن نحو الجمهورية الجديدة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المشاركة. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين أنه بالفعل بدأ توافد المصريين على صناديق الاقتراع على الرغم أن هي حتى الآن لم تفتح أبوابها بعد، ولكن الحقيقة
بيتبقى دقائق قليلة حتى تبدأ صناديق الاقتراع في فتح أبوابها لكي يبدأ المصريون في بناء وطنهم، في صنع مستقبل مصر، في المشاركة في صنع سياسة الدولة المصرية من خلال حقهم الدستوري وواجبهم الوطني والمشاركة في التصويت لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية. تانية برجع لحضرتك دكتور سعيد الزغبي، يعني الحقيقة زي ما أستاذ جمال اتكلم بشكل أساسي على وعي المواطن المصري بكل الفئات، يعني المرأة طبعا ليها دور كبير جدا ودايما الحقيقة هي موجودة بشكل واضح وبشكل مشرف في كل الاستحقاقات يعني السابقة، وكمان ليها دور كبير جدا في المجتمع، بالإضافة طبعا إلى الشباب اللي ليهم دور كبير وتمكين الشباب اللي طبعا احنا بنلاحظه دايما من قبل كل مؤسسات الدولة المصرية والقيادة السياسية. حضرتك شايف أنه المأمول خلال الفترة القادمة في ظل التحديات اللي مصر الحقيقة بتواجهها، تكلمنا على ملفات مهمة جدا يمكن هو ده الداخل الخاص بالتحديات اللي بتواجهها مصر، ولكن التحديات الخارجية أيضا كثيرة للغاية خصوصا في هذه المرحلة. عايز أقول لحضرتك أن النهاردة هنحتفل ب 75 سنة على إصدار ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 1948، النهاردة يعني 75 سنة على مرور هذا الميثاق اللي بيتزامن مع هذه الانتخابات الرئاسية 2024. فيعني دي حاجة يعني حاجة جميلة ان احنا حقوقنا احنا في مصر بنتناولها من خلال هذه الانتخابات. تحديات فعلا أستاذة ريهام، احنا عندنا ثلاث أشياء رئيسية احنا ممكن نتكلم عنهم في ظل هذه الانتخابات. أول حاجة الصدمات الخارجية، تاني حاجة التحديات الداخلية اللي جوه مصر، ثالث حاجة التنمية المستدامة، وخاصة القيادة السياسية حطت لفظ جديد وهو المستدامة، المستدامة في كثير من الأمور، واللي احنا بنتمنى ان الاستحقاقات والمنظر اللي احنا شايفينه في ان الناس بتبادر بهذه الانتخابات ان يكون حاجة مستدامة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سعيد زغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس.